ما أحلاهم، كنا عايشين هون كأنه البيت بيتنا، ليان والكل كانوا عم يهتموا فينا كل الوقت. إذا بتفوت على البيت هلأ ما بتشوفي شي. بيت ما في بيت، دمرتوا لبنان كله. أيك شو بدكم تحكوا؟ وإذا حدا منهم طلع حكي بيقرأ ورقة، قال هو عم يحكي من ورقة وعم يحكينا. ما طلعوا بعيوننا، طلعوا بعيوننا أنتوا عم تحكونا أو مش قادرين تطلعوا بعيوننا. يا عيب الشوم، ما في كلمة بس نعبر عن القرف اللي نحن عايشين فيه. أنا بيتي مش هيك، هيدي دولتي اللي عملت لي بيتي هيك، دولتي اللي عملت لي بيتي هيك، دولتي اللي خربت لي بيتي مش أنا. كان في إزاز، كان في واجهة وقع على الأرض، في إزاز، في كتير قصص كانت، بس إجوا الأياد البيضة اللي بحسوا فينا، إجوا نظفولي. ابن بنتي عمره 4 سنين، 4 سنين يقلها لأمه، يقلها تاني يوم يقلها بس يخلص النار على البور، نحنا بدنا نفل، بدنا نسافر. 4 سنين عمره، هجروا نص لبنان، شو بدهم يحكموا بعد؟ عشو بدهم يحكموا؟ نحن اللي طلعناكم، ان شاء الله بيكون رئيس الجمهورية، نحن اللي طلعناكم ونحن اللي بدنا ننزلكم، ومش رح نسكت، حنطلعهم، مش نحن حنطلعهم، رب الاله من فوق حيطلعهم. هدول حكام؟ في حكام بتقتل شعبها؟ في حكام بتقتل شعبها؟ قولوا لي، في حكام بتهجر شعبها؟ في حكام بتجوع شعبها؟ في حكام بتقتل شعبها؟ قتلتونا، مين بدكم تحكموا؟